تسمم. اللي انا بخزنه في معدتي دلوقتي تسمم، مش قادر مثلا اعمل الحمام بتاعي. فكل دوت قله نظافه، مش شرط اللي هو يكون من المطعم بس او من الفرن. لا انا عايز اوصل صابون في المايه في الحمامات النهارده اللي هي بنغسل فيها السرفيس، وبرضه غسلت السرفيس ريحته وحشه وغسلت كل حاجه. وبص في الاخر شويه حديد دهنوها اصلا كانت موجوده، وشويه حنفيات، وشكرا على كده. بس خلاص ده كل اللي في حاجه. المهم انا محمد الصغير، كلية التربية فرقة السلسة شعب التاريخ. طبعا قدم لنا تونة وخضار، هو التعب حصل مباشرة يعني من بعد هذا العشاء. حسيت بيه؟ كان عندي انتفاخ وألم في المعدة، نمشي لمغص شديد. وبعد كده جينا فربيت لي اسعاف وهم عليا قدام البوابة الرئيسية تحت المستشفى. والله للسبب يعني بصفة عامة، هو إهمال عام في الأزهر، بصفة عامة في إهمال في الأزهر تسيب. لسه من فترة بسيطة في طالب توفي في الهندسة، هندسة بترول فرقة السلسة. أصلا كان الخضار المرة اللي فاتت كان في فاصوليا صغيرة كانت معروفة، كانت مسوسة، وقدمنا عملنا محضر بيها في الاسم ومفيش حاجة حصلت يعني. المرة دي بقى جابوا لنا الفاصوليا نفسها، هي نفسها نفس الحباية الصغيرة، فأنا شكيت فيه ما أكلتهاش، وهم بقى أكلوا. النهارده احنا كلنا متغدين يعني، واكلين نفس الاكل، فاصوليا ورز وكان علبه تونه والعصير كالعاده يعني. الناس دي كانت رز وكانت فاصوليا، ما كانتش التونه. وحصل في حالات اشتباه، في حالات تسمم، خدوا منهم عينات دم وعملت تحاليل لسه ما عرفناش في المنطقة.